ناقدنا الرياضي اللي دايما بيكون مشرفنا منورنا الاستاذ اسامه السويسي علشان نعرف منه بقى يعني رايه، ودايما هو موجود على الفيسبوك وعلى تويتر، لا يعني بصراحه بيكون ليه اراء بتمتعنا. قبل ما يدخل زميلنا العزيز الاستاذ اسامه السويسي ناقد رياضي محترم واهلاوي كبير واصيل حد جدا طبعا، بجانب ان هو يعني راجل يعني دايما بيعلن انتمائه للنادي الاهلي، لكن هو راجل له قلمه المميز منذ بداياته في العمل الاعلامي، له رؤيته، له مقالاته حتى في مجله الاهلي، له مقالاته في في في, في على مواقع التواصل الاجتماعي، على في كل الاماكن في اسامه السويسي، يعني قيمه نقديه رياضيه كبيره جدا. يعني اهلا بك يا استاذ اسامه. استاذ اسامه برحب بيك. برحب بيك عمر وبصديقي واخويا الغالي الخلوق محمد القوصي، منورين شاشه البيت الكبير انتوا الاثنين ومبدعين ومتالقين، ومش عارف اقول لكم ايه على الكلام الجميل اللي قلتوه ده، لكن عايز يا عمر اخد قبل ما تسالني اخد من عندكم اخر حته كنتوا بتتكلموا فيها وسمعتها. يا ريت اتفضل حضرتك. المتعلقه بمنتخب مصر. اولا بس عشان نحسم الموضوع دوت ويبقى نقطه من اول السطر، منتخب مصر ده منتخب 100 مليون. تمام. لا هو منتخب هاني ابو ريده ولا منتخب حازم امام ولا منتخب مجدي عبد الغني ولا منتخب احمد شوبير ولا منتخب اي حد في اتحاد الكوره. تمام. بس تبقى الامور واضحه. تمام. ومفيش حد يراهن على وطنيه النادي الاهلي، النادي الاهلي اسمه النادي الاهلي، نادي الوطنيه من 1907 هو منشئ تحت هذا الشعار. وكل من ينتمي للنادي الاهلي محدش يراهن زايد على وطنيته وحبه لمنتخب مصر. احنا جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي العريق، ما بيتعاملش مع الامور بالسطحيه والسذاجه دي. فدي قبل ما نخش في الموضوع، وانا معاك وتحت امرك ومع صديقي العزيز الغالي محمد القوصي. استاذ اسامه، يعني انا عايز اعرف راي حضرتك في الازمه المثاره الاخيره ورايك في بطوله الدوري المصري الممتاز بدون تحيز وبدون يعني كلام. احنا لو موجودين في اي مكان تاني غير قناه النادي الاهلي هنتكلم بما يرضي الله، وهنتكلم دايما على الحق وفي الحق. هل حضرتك شايف اضرار دوري او بطوله الدوري، هل لو البطوله تم استكمالها بعد امم افريقيا تؤيد ده ولا تؤيد انهاء البطوله قبل الامم الافريقيه، مش لصالح الاهلي بس، لصالح الانديه المصريه بشكل عام؟ واعتقد ان عمر من كلامك اللي انت قلته الواضح التأييد التام لمطالب النادي الاهلي المشروعه والمنطقيه من بقيه الانديه، واعلنوا الكلام دوت. تمام. ده دليل كافي على ان المساله محسومه وواضحه جدا طبعا. لكن انا اللي عايز اقوله باختصار شديد جدا، المثل بيقول ايه؟ من كان بيته من زجاج لا يقصف الناس بالحجاره، او زي ما بنقوله بالبلدي اللي بيته من ازاز ما بيحدفش الناس بالطوب. تمام. والواضح جدا في الفتره الاخيره ان الجبلايه واضح ان هي بقت من زجاج وزجاج عش كمان. للاسف الشديد ان هم تصوروا ان صمت الاهلي ضعف. تصوروا الخطا ان صمت الاهلي ضعف. مش مدركين ان الاهلي في حرصه على وحفاظه على البيت الكبير اللي هي كره القدم المنظومه بتاعتنا ما يكونش سبب في تعرض المنظومه للايذاء، علشان كده بيتجاوز عن بعض الصغائر. لكن للاسف الشديد الاخرين تصوروا بخيالهم ان سكوت الاهلي ده دعوه صريحه ليعبثوا بكل ما هو صحيح وشرعي. طيب انا قلت من زمان وقلت في قناه الاهلي من سنه 2009 قلت ان اداره شؤون الكره المصريه محتاجه محترفين متفرغين لمواكبه التطور. يعني نفس الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، محتاجين رابطه انديه محترفه ما تكونش بعمل تطوعي، تكون مدفوعه الاجر. تخيل يا عمر ان انا قلت الكلام دوت من 2009 وكل سنه بطالب بيه وبقول ان مش مقبول يا جماعه مش مقبول ان عضو اتحاد الكوره موظف او صاحب عمل الصبح وعضو في الجبلايه بعد الظهر ومقدم ومحلل في الفضائيات في نص الليل. طيب الحل ايه يا جماعه؟ قلنا الكلام دوت وهنصر عليه ان تطبيق دوري المحترفين هو الحل. ناس تشتغل وظيفه بمقابل. وده هيدي لك اداره مسابقه محترفه بالفعل، ويتفرغ بقى اتحاد الكوره، يعني ما احناش يمشي، لا اتفرغ يا سيدي لشؤون المنتخبات الوطنيه. خصوصا ان على الصعيد الفئات السنيه احنا بنعاني منها بشده. لكن تعالى بقى كلمني على النقطه الخطيره والاهم اللي هي النزاهه. النزاهه. تخيل انت عضو مجلس اداره بيقول انه علانيه كده وفي البرامج قدام الناس كلها انه بيتمنى فوز الزمالك بالدوري السنه دي.
رسمي رسمي. تخيل ان مدير الاتحاد التنفيذي بيقول ان رئيس احد الانديه تعب ومن حقه ياخد بطوله رسمي ومسجله والفيديوهات موجوده. فيتخيل ان عضو مجلس اداره تاني في اتحاد الكوره ما بتسمعش صوته الا لما بيرد على تصريحات اهلاويه ونقول بين قوسين محترمه وما فيهاش اي اساءه. لكن نفس الشخص ده يختفي اختفاء شديد ومريب لما بيتهم هو شخصيا وحكامه بالذمه والشرف من الاخرين. طيب تقول ايه لما تلاقي رئيس لجنه المسابقات بيعترف في برنامج فضائي قدام الملايين انه غير اللائحه ليتفادى هبوط النادي المصري للدرجه الرابعه بعد مذبحه 2012 الشهيره، وبيقول لك انا عملت غيرت اللائحه بصفتي كنت رئيس لجنه المسابقات ورئيس مؤقت للاتحاد في الفتره دي ومحدش حاسبه، محدش قال له حاجه، والاعلام ما اتكلمش على الموضوع ده. تخيل نفس الشخص ده السنه دي بيقول لك مستحيل مباراه تتاجل للاهلي، مستحيل من رابع المستحيلات، والاهلي اضطر ان هو يلعب في بركه ميه ويلعب بعدها بثلاث ايام في نفس الملعب ويسافر من الملعب دوت لاقصى جنوب القاره ويلعب كل 72 ساعه. طيب نفس الشخص ده قال ايه بقى لما الزمالك وصل نهائي دوري بطوله كاس الكونفدراليه؟ قال لك لا لازم نعمل اللي يريح الزمالك لانه بيمثل مصر في البطوله. هو الاهلي استاذ اسامه مش عيب ان احنا نبقى ورا الزمالك علشان بطوله، لكن انا بتكلم او حضرتك بتتكلم على مبدا تكافؤ الفرص. انا بعمل لك قرنات وبديلك وقائع صح وسجله والناس كلها شافتها وسمعتها. تمام. نفس الشخص ده كان بيقول لك مستحيل ان انا ااجل مباراه للنادي الاهلي. طيب عضو ثالث عضو رابع بقى في اتحاد الكوره بيقول لك مش من المنطق ان احنا الاهلي يحطنا في ازمه واحنا اجلنا له مباريات في بدايه الموسم. انت واضح ان انت مش متابع خالص. النادي الاهلي بشهاده رئيس لجنه المسابقات لعب 60 مباراه في الموسم كاكبر نادي العالم السنه دي. مش متابع ان النادي الاهلي كان بيضطر يلعب 72 كل 72 ساعه مباراه وكان بينها سفريات في قاره افريقيا وتسبب الارهاق دوت في خروج النادي الاهلي من البطوله. طيب لو عايزين نقطه عداله ونجاح يبقى كلمه واحده بس نقطه من اول السطر، نعامل الناس كلها بمعيار واحد، مش نعامل الناس بالكاس بالصوت العالي والخوف من الفضيحه. وده اللي قاله رئيس اتحاد الكره في لقاء تلفزيوني مسجل، مش كده برضو ولا ايه؟ الاهم من كل ده طبعا الاهم من كل ده عايزين نطبق العداله والنزاهه يبقى نطبق نظام الفير بلاي او اللعب النظيف اللي هو شعار الاتحاد الدولي لكره القدم اللي هو بيقول ايه؟ ان هو ما ينفعش شخص واحد يصرف على ناديين في مسابقه واحده. حد يتكلم في الموضوع ده؟ حد فكر يناقش الموضوع ده؟ استاذ اسامه اصلا يعني احنا انا يعني انا النهارده بقرا في الاخبار لقيت ان ريال مدريد ممكن يتم حرمانه من التعاقدات بسبب يعني قانون اللعب المالي النظيف ان هو لازم يبيع لعيبه معينه بمبلغ معين علشان يعمل المعادله، لكن احنا لو اتكلمنا في الموضوع ده يا استاذ اسامه هنقعد وقت طويل قوي. موضوع بقى الايرادات والمصروفات وموضوع الصرف على الانديه وموضوع الميزانيه وموضوع الاستثمار، يعني مواضيع كتيره جدا جدا بصراحه. يعني اختصار شديد يا عمر عشان ما اخدش وقتكم، احنا وانا كنت في قبل بدايه الموسم اللي جاي قلت مرحله جميله مرة رياضي جميل ومطلوب، لكن لازم يبقى في ضوابط. الضوابط ايه؟ ان انا اعمل سقف، لان انا مش هقدر اعمل اللي هو بيتعمل في اوروبا اللي هو قواعد اللعب المالي النظيف، ان انا لو صرفت 200 يبقى لازم ادخل 60. طبعا الكلام دوت ما حصلش وما بيحصلش. المساله بقت تعامل من اللعيبه واختلط الحابل بالنادل، وبقت المساله مساله تحديات واشياء اخرى غير الاستثمار وغير المنافسه الشرعيه. استاذ محمد لوسي كان عايز يسالك سؤال يا استاذ اسامه. طبعا تحياتي لاراك الجريئه يا استاذ اسامه، ويمكن تحدثت عن اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره وبعض اللي بيديروا الكره في مصر بالتفصيل وبوقائع، وده بيثبت قد ايه ان الامور عندنا سمك لبن تمر هندي. لكن يعني انا سؤال ليك وانا عارف انك انت عندك خبرتك كبيره جدا، يعني هل شايف اللي بيحصل في الدوري المصري ده وانت راجل متابع للدورات العربيه والدورات الاوروبيه والدورات الاسيويه، هل ده بيحصل في اي دور في العالم؟ لا طبعا، لان احنا متفردين ومتميزين جدا للغايه، فلازم نحافظ على هذا التفرد وهذا العبث الكروي. هو في دوريات يا استاذ محمد شغاله لغايه دلوقتي، بعض الدوريات
العربيه. الطريف ان هم مشتركين معانا في البطوله الافريقيه، طريف ان تونس والمغرب مشتركين معانا في البطوله الافريقيه، ظروفهم نفس ظروفنا، والدوري مستمر عندهم وما عندهمش ادنى مشكله. الترجي عنده لعيبته 11 لعيب دولي وزايدين عن الفريق، وبيلعب امبارح لعب مباراه في القدام الافريقي وهيكمل لغايه يوم 15. ايه المشكله؟ عادي جدا. طب هل انت شايف اي مبرر ان دوري ينتهي واربع ماتشات يقعدوا يتلعبوا بعد شهر ونص؟ وفين تكافؤ الفرص؟ وفين العداله؟ وفين النزاهه؟ ازاي اصلا كل الدوريات في العالم الاسبوع الاخير طالما محدد ومؤثر في النتائج سواء هبوط سواء على لقب بتتلاقي كلها في توقيت واحد؟ بالظبط. ده اذا نحن الان امام مبدا واضح جدا، اهدار تكافؤ الفرص سواء دلوقتي او السنه الجايه كمان واللي بعدها واللي بعدها. بالظبط. المساله ماشيه كده، المساله ماشيه بعادات المصادق وعادات العرب، هتفضل كده كتير. طول ما احنا بنخالف اللوائح والقوانين هنفضل عايشين في العبث ده كتير. ما للاسف عايزين نطبق النظام ونطبق النزاهه ونطبق العداله ونطبق تكافؤ الفرص، خلاص ناس محترفه كتير بدات دوري المحترفين المصري. ناس تبقى شغلانتها دي، يبقى هو متفرغ لدي. مش النهارده هو شغال في بنك او شغال عنده شركه او عنده بيزنس خاص بتاعه او موظف في اي جهه من الجهات، بعد الظهر اوعده في مجلس اداره اتحاد الكوره و 60% من استاد اعضاء اتحاد الكوره يا اما محللين يا اما مذيعين يا اما مقدمين برامج في الفضائيات في نص الليل. طب هيديروا اتحاد الكوره منين؟ هيديروا اتحاد الكوره ازاي؟ باي منطق؟ باي عقل؟ يا سيدي اوكي خلاص، انا انتوا عايزين تفضلوا في فضلكم ديروا شؤون المنتخبات. ده انا للاسف الشديد من شويه صغيره لقيت انه مدير المنتخب مش عارف يوصل لمحمد صلاح. هو في كده؟ يعني انا بتمنى يعني استاذ اسامه اكيد طبعا يعني نتمنى التوفيق للموسم القادم في يعني تنظيم مسابقه محترفه على اعلى مستوى، زي ما انا قلت زي ما احنا كان عندنا حلم ان احنا نشوف لعيب مصري في يوم من الايام بيفوز بدوري الابطال موجود في الدوري الانجليزي، نتمنى ان احنا نشوف مسابقه يعني بتدار زي الدوري الانجليزي، يعني نتمنى. انا عارف ان الموضوع صعب طالما ان الموضوع بيدار بهذه الطريقه، لكن استاذ اسامه اتمنى ان اتحاد كره القدم يكون عنده رؤيه ويكون بيسمع الاراء اللي موجوده حواليه علشان يا رب يعني علشان خاطر من الموسم القادم نشوف رابطه انديه تدير مسابقه الدوري المصري الممتاز وتكون مسؤوله عنه مسؤوليه كامله. محدش يناقشهم ولا حد يراجعهم غير بعد انتهاء الموسم. طبيعي جدا، ومحدش يقدر يفتح بقه ومحدش يعترض. واخد من كلامك ان محمد صلاح ده جوهره مصريه لازم تحافظ عليها، ومحدش في النهايه يراهن على وطنيه الاهلاويه. الاهلاويه وطنيين، محدش يراهن على النقطه دي ومحدش يلعب بيها لان دي لعبه بالنار. ودي رد حضرتك على كل اللي بيقول نركز في بطوله امم افريقيا ونسيب بطوله الدوري المصري الممتاز الى بعد امم افريقيا، صح كده؟ لا طبعا ما بقولش كده. لا انا بتكلم على ان كل يعني كل ما بيكون عندنا مشكله يقول لك ركز مع منتخب مصر، نركز في بطوله افريقيا وبعد كده نشوف هنعمل ايه. فانا بتكلم ان ده حق من حقوق النادي الاهلي لا يؤثر بالسلب تماما على منتخب مصر ولا على اي نادي مصري. وانت ليه تجيب مخلفات وعوالق وتبقى الناس مشغوله؟ طب ما تريح الناس. صح. ريح الناس، خلص البطوله وخلي المنتخب يتفرغ وخلي الناس كلها تتفرغ ومبقاش حد مشغول غير ان هو يشجع مصر في البطوله بس. تمام. استاذ اسامه بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، الناقد الرياضي والاهلاوي اللي دايما صاحب اراء جريئه جدا سواء على السوشيال ميديا او سواء في قلمه الصحفي او سواء لما بيكون موجود معانا على قناه النادي الاهلي. استاذ محمد،